شكرا على هذا السؤال الهام السيد النائب المحترم. بالنسبه لصناعه السيارات غنعطيكم عدد الارقام اللي يمكن كتمثل هذا الاثار اللي كتعطي هذه الصناعه بالنسبه للبلاد. 111 المليار ديال الصادرات العام اللي فات، يعني تقريبا 25% ولا اكثر من الصادرات ديال البلاد. هذه السنه ارتفاع ديال تقريبا 40%، يعني ان شاء الله بحول الله لا بقينا على هذا الايقاع غنوصلوا ل 138 مليار ديال الدرهم ديال الصادرات. 230 الف منصب شغل قاره في 260 مصنع في البلاد، وتقريبا 60 مشروع اللي كيتنجسوا الان ديال مصانع جديده اللي غيشغلوا المغاربه ان شاء الله في القريب العاجل.